السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أقرت الحكومة في اجتماع استثنائي بالعاصمة المؤقتة عدن تطبيق حالة الطوارئ بالقطاع الصحي في 5 محافظات لاحتواء تفشي وباء الكوليرا. وجهت الحكومة قيادات السلطة المحلية في محافظات أبين وعدن ولحج والضالع وشبوة ببدء الاستعدادات القصوى في المستشفيات والمراكز الصحية للسيطرة على تفاقم عدد المصابين بوباء الكوليرا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أي مدى ستكون لهذه التحركات أثر على تلافي انتشار هذه الجائحة، وما هي جديد الجهود للحد من انتشار هذا الوباء. الكوليرا إحصائيات كارثية لحجم جائحة تنتشر كل يوم جديد بشكل أكثر رعبا من سابقه. حالات وإصابات لا تتوقف أرقامها عند حد معين، مخلفة كل يوم ضحايا يتوزعون على مختلف المحافظات. وأمام انتشار لم يسبق له مثيل وعجز كبير في محاصرة المرض، ما زالت الجهود الدولية لتلافي الجائحة غير مؤثرة قياسا بحجم التفشي الكبير، ولا يزال اليمنيون يقاسون كل يوم من تبعات الوباء البدائي المرعب. مشاهدينا، سنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. أكثر من 30 شخصا يموتون يوميا ويصاب طفل كل دقيقة، فيما تجاوزت الوفيات أكثر من 1500 خلال الشهرين الأخيرين، وتوقعات أن يصل عدد الحالات المصابة بوباء الكوليرا لأكثر من 300 ألف حالة. أرقام تتصاعد بشكل كارثي، وعداد الضحايا لا يميز بين طفل أو كبير. تحذيرات متوالية واستجابات محدودة على كافة الأصعدة، يسقط الضحايا بشكل متوال ويموتون بصمت بعد أن عاشوا كأرقام غير مرئية على هامش الصراع الإقليمي والدولي وجشع السلطة الممزوجة بدماء الأبرياء، من الحديدة الأفقر والأكثر جوعا إلى صنعاء العاصمة الموبوءة بالميليشيا، وصولا لأقصى ريف أبين ولحج وفي عمق جبل ريمة ووصاب ومديريات تعز المكلومة بالموت والضالع وفي سهول حجة ووديانها وعمران وإب والمحويت وغيرها من المناطق باتت الكوليرا تستوطن أجساد اليمنيين الهزيلة. فشل المجتمع الدولي في محاصرة وباء الكوليرا ومعالجة المصابين في اليمن، كما فشل منذ أكثر من عامين في إعادة الحياة والأمن والاستقرار لبلد يستخدمه الإقليم كأداة للتنفيس عن احتقاناته وصراعاته المدمرة. لم تعد أصوات الأطفال المبحوحة ولا نظراتهم المنكسرة وهم على أسرة المرض تؤثر في مشاعر العالم المتخم، ولم تستطع الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة العاملة في اليمن الحد من انتشار الوباء أو تقديم الأدوية والمعدات اللازمة للسيطرة على تداعيات الكوليرا الكارثية. ولم يملك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن براين غير القول إن الوباء كارثة من صنع الإنسان تتحمل مسؤوليتها الأطراف المتحاربة وداعموها الدوليون، وقال سواء الأطراف على الأرض أو من يعملون بالوكالة عليهم جميعا أن يعترفوا بأن هناك مسؤولية مشتركة عن كارثة إنسانية من صنع الإنسان تلك التي نشهدها في اليمن في الوقت الحاضر. بالأمس كانت الحكومة اليمنية تعلن حالة الطوارئ في 5 محافظات جنوبية، وليست تلك المرة الأولى، حيث سبق أن تم إعلان العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيا منطقة منكوبة، غير أن شيئا لم يتغير على الأرض. تستمر معاناة اليمنيين ويستمر تحالف الجوع والفقر والمرض ضدهم، وتبقى حياتهم ومستقبلهم تحت رحمة ميليشيا الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وتحت رحمة الفشل وغياب الفاعلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من محافظة الضالع الدكتور محمد علي عبد الله مدير مكتب الصحة بالمحافظة. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور. دكتور محمد، إحصائيات عديدة عن حجم كارثة وباء الكوليرا في العديد من المحافظات، كانت عدن من ضمن المحافظات التي دخلت مرحلة الخطر. هل حدثتنا عن حجم الجائحة في هذه المحافظة؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على تسليط الضوء على الوضع الوبائي في محافظة الضالع، بحيث أن المحافظة تعاني من جائحة وبائية خطيرة شملت جميع مديريات المحافظة منذ بداية 23 إبريل حتى يومنا هذا. بلغ عدد الحالات ما يقارب 11400 حالة سجلت على مستوى مختلف المديريات،
من هذه الحالات منها 55 حالة وفاة في إطار كل المديريات. لا زالت المحافظة تعاني من التوسع الانتشار بشكل مخيف على مستوى كل القرى والعزل في مختلف المديريات المحافظة. دكتور، يعني هل الجهود التي يقدمها مكتب الصحة في محافظة الضالع يعني كافية لتلافي حجم هذا الانتشار؟ طبعا أنتم تعرفون بالنسبة للوضع الوبائي للكوليرا هو لازم تكون هناك في شراكة بالنسبة للقطاعات ذات العلاقة التي تلعب دور كبير في عملية الوقاية والتوعية بالحد من عملية انتشار الوباء. ما نقدمه نحن في جانب القطاع الصحي طبعا بدعم من قبل الشركاء وبعض المنظمات الدولية، طبعا هو لا يكفي لكل الاحتياجات المطلوبة لتغطية كل احتياجات المحافظة، ولكن احنا بنغطي بقدر الإمكان ما نستطيع أن نغطيه بالنسبة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية في إطار المحافظة. تم فتح حوالي 9 مراكز علاجية على مستوى مختلف المديريات. هذه المراكز العلاجية طبعا بتعاون جميع الأخوة الزملاء من قبل القطاع الصحي، لكن تنقصنا الكثير من هذه المراكز. لا توجد أي تجهيزات حتى الآن باستثناء مركزين فقط، هو مركز في مستشفى النصر ومستشفى السلام، والذي تعد بالحد الأدنى لا تتجاوز 30 سرير. نعم، لكن دكتور ما مدى تواصلكم مع المنظمات الدولية وأيضا يعني مركز الملك سلمان وغيره في إمدادكم وبالتجهيزات لمواجهة هذا الانتشار؟ طبعا احنا قدمنا كثير من الطلبات والخطط بالنسبة للتدخلات في إطار المحافظة وتعزيزنا في بالنسبة للمراكز العلاجية، وطبعا بدأت الاستجابة بالنسبة للمنظمات ولكنها كانت بطيئة ومتأخرة نوعا ما. الآن تم الموافقة على دعمنا لثلاثة مراكز علاجية بالنسبة اللي بتعمل الآن في إطار المحافظة في ثلاث مديريات. نعم. بدأت الآن منظمة الإنقاذ الدولية بتعزيزنا في إطار 5 مراكز إضافية في إطار المحافظة بالإمكانيات اللي بيقدموهم، ونتعشم برضو إنه كثير من الدعم بيقدم إن شاء الله خلال الأيام القادمة لتغطية كل احتياجات المحافظة بالنسبة لتجهيز واستقبال الحالات، ولكن هذا ليس كافي إلا أن يكون هناك دور أساسي للقطاعات ذات العلاقة بما يخص صحة البيئة والنظافة والصرف الصحي والتوعية المجتمعية التي تحد فعلا من عملية انتشار الوباء في إطار المجتمع وليس الانتظار لمعالجة الحالات واستقبالها في المراكز العلاجية. نعم دكتور، هناك تحركات عديدة يعني دون أن نلاحظ تقليص في حجم الوباء الذي يتفاقم كل يوم، ما هي الأسباب التي لم تمكن الجهات الحكومية من إيقاف هذا الانتشار؟ هناك أسباب عديدة لما يخصنا على مستوى المحافظة. على سبيل المثال غياب دور القطاعات الأساسية ذات العلاقة التي تساعدنا في عملية الحد من انتشار الوباء في إطار المناطق التي تصاب في هذا الوباء. نعم. يكاد معدوم باستثناء بعض القطاعات اللي هي قطاع مياه الريف وبقية القطاعات الأخرى، النظافة والتوعية والأوقاف التي لهم دور أساسي في تحريك المجتمع في عملية النظافة الشخصية وطرق الوقاية. الأسباب كثيرة التي تؤدي إلى انتشار الوباء من خلال متابعتنا للوضع الوبائي في المحافظة تجد أنه ليس هناك مصدر واحد فقط للانتشار الوباء. هناك توقعات أكثر من مصدر بأنه يكون مصدر المياه هو الأول، المصدر الثاني هو التلوث الخضروات والفواكه بالمياه الملوثة، والثالث هو مخالطة المجتمع الحاملين للمرض مع المرضى والتي بيساعد في عملية انتشار المرض بين أوساط المجتمع. وهذا يحتاج جهود كل القطاعات لعملية الحد من عملية انتشار الوباء في إطار كل المناطق الموجودة على مستوى المحافظة وخارج المحافظة. نعم، إذن دكتور أشكرك جزيلا دكتور محمد علي عبد الله مدير مكتب الصحة بمحافظة الضالع. سينضم إلينا من الحديدة السيد ليث الزرنوقي صحفي من محافظة الحديدة. مساء الخير سيد ليث. أهلا وسهلا سيد ليث. يعني تزداد معدلات وأرقام المصابين بالكوليرا كل يوم ويتوزعون في مختلف المناطق في الحديدة، كيف هو وضع الوباء وما هو حجم الانتشار في هذه المدينة؟ الوباء ينتشر بشكل مهول وغير مسبوق في كثير من القرى خصوصا في أرياف الحديد
في ظل عجز شبه كلي بل عجز تام عن مواجهة هذا الوباء المنتشر خصوصا في المناطق الريفية. هناك قرى بأكملها لا يتواجد فيها مراكز صحية لاستيعاب الحالات التي تصاب بالكوليرا والحمية التي تترافق مع موسم الصيف. أكبر مستشفيات الحديدة كان قد أعلن وكرر النداء أكثر من مرة بأن مستشفيات الثورة والعلفي عاجزين تماما عن استقبال الحالات التي تصاب بهذا الوباء المنتشر. كثير من الحالات تموت قبل أن تصل إلى المستشفيات، وكثير من الحالات لأن الفقر يحكمها أيضا تموت وتقضي دون أن تسجل رسميا ضمن ضحايا هذا الوباء المنتشر حاليا. نعم، ماذا عن دور مكتب الصحة بالمحافظة وأيضا الجهات الحكومية المعنية هناك؟ مكتب الصحة بحسب علمي يبذل ما تسمح به إمكانياته المتاحة، خصوصا وأن المحافظة تحت حكم الميليشيا الانقلابية، وما يتوفر من إمكانات متاحة يتم توزيعه على بعض المراكز. الحديدة معروفة بأنها المحافظة الثانية من حيث عدد السكان على مستوى الجمهورية، والكثافة السكانية فيها أيضا تنذر بأن دائرة الإصابة قد تتوسع ويصبح دائرة الخطر أيضا أوسع على كثير من الضحايا. مكتب الصحة يعني لا يملك إلا أن يوجه النداءات، والسلطة المحلية في ظل محافظ لم يؤدي اليمين الدستورية حتى الآن، وفي ظل سلطة محلية تسيطر عليها الميليشيا أيضا، عاجزة تماما إلا أن تؤدي النداءات والمناشدات للمنظمات الدولية لإنقاذ الإنسان في الحديدة. نعم، ما حجم تفاعل المنظمات الدولية لتلافي المرض في الحديدة؟ يعني وما مدى تواصلكم أنتم كناشطين معهم؟ التواصل قائم والمناشدات قائمة، لكن حقيقة الحديدة فقيرة في الإمكانات الإعلامية، لا تمتلك جيش المفسبكين مثلا الذين ممكن أن يفعلوا هذه القضية الإنسانية، لا تمتلك الجهاز الإعلامي المناسب، أجهزة الإعلام الرسمية لا تهتم بها، الإعلام بشكل عام الوطني خصوصا التابع للشرعية والذي تسيطر عليه الميليشيا غير آبه بما يحصل من كارثة إنسانية حقيقية في الحديدة. الحديدة مغيبة في الإعلام، مغيبة في الاهتمام الرسمي، وبالتالي فإن الإنسان وحده هو من يدفع ثمن هذا الإهمال وثمن هذا. المنظمات الدولية تقوم يعني فقط بالنزر اليسير الذي لا يمكن أبدا أن يلبي الحاجة الإنسانية القائمة في ظل الجائحة التي تشهدها الحديدة حاليا. نعم، إذا وضحت الصورة سيد علي، أشكرك، أو سيد ليث زرنقي من محافظة الحديدة، أشكرك جزيلا. ينضم إلينا الآن الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان. مساء الخير دكتور. أهلاً وسهلاً، مساء الخير دكتور. قرار من الحكومة بتطبيق حالة الطوارئ بالقطاع الصحي في 5 محافظات، ما هو الجديد في هذا القرار؟ وهل هناك أيضاً تحركات جادة لإيقاف انتشار الوباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة بلقيس على تغطيتهم لهذا الحدث الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا خصوصا في قطاع الصحة. كما تعلمون أن قطاع الصحة لم يتبقى منه سوى 45% من المرافق الصحية بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح على الشعب اليمني، انهار من قطاع الصحة 55%. هذه 45 لم تظل جميعها شغالة، وإنما في عملها بتفاوت الكادر الصحي، منهم من فرد، منهم من عدد، منهم من سشيد، منهم من حوصر. ومع هذا وزارة الصحة العامة والسكان تظل حاضرة لتحافظ على ما تبقى من القطاع الصحي من عزل الانهيار. دولة رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر بإشراف من فخامة الأخ رئيس الجمهوري المشير عبد الرب المنصور هادي يتابع الوضع في جميع محافظات الجمهورية، 20 محافظة من صعدة إلى حجة إلى عمران إلى الحديدة إلى مدينة صنعاء إلى دمار إلى العاصمة المقطعة عدن، جميع هذه المحافظات. لكن دكتور، ما هي التحركات التي تمت بناء على هذا القرار؟ توليها الحكومة فخامة الأخ رئيس الجمهورية زار مركز الملك سلمان لغاثة والأعمال الإنسانية، وبعد هذه الزيارة تم كثير من المساعدات والمعونات وصلت بلادنا بعد زيارة فخامة الأخ رئيس الجمهورية. دولة رئيس الوزراء يوم أمس التقى بمدراء عموم مكاتب الصحة والسلطات المحلية في محافظات أبين، عدن، لحج، الضالع، وقال إنه نحن في الحكومة كل إمكانياتنا مسخرة لكم لإحتواء هذه الجائحة التي تمر بها بلادنا وهذه المحافظات
الأربع صورة خاصة، بينما دولة رئيس الوزراء يولي جميع المحافظات اهتمام كبير جدا. اليوم كان لنا لقاء مع مدراء أمور مكاتب الصحة في هذه المحافظات بحضور معالي وزير الصحة العامة والسكان في العاصمة عدن، وجود ممثلين عن مركز الملك سلمان لقاءات العمل الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية. وتحدث معالي الوزير أن كل طاقم وزارة الصحة العامة والسكان وكوادرها وإمكانياتها في حالة طوارئ لاحتواء الوباء. إشكاليتنا في المحافظات التي تخضع لسلطة الانقلاب والميليشيات أنه يعني عدم الثقة أننا نوصل لهم الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالتالي الإمكانيات التي وصلتها مركز الملك سلمان وهي 550 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية و100 طن من الهلال الأحمر الإماراتي وكذلك من الصندوق الكويتي، تم تسليمها لمنظمة الصحة العالمية وهي بدورها تتسلم إلى هذه المناطق، بينما المحافظات التي تحت سلطة الشرعية تم تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مدراء مكاتب الصحة العامة والسكان. وأيضا نحن طلبنا من الأخوان في منظمة الصحة العالمية وفي اليونيسف وطلبنا من مكاتب الصحة في المحافظات التي تخضع لسلطة الشرعية أن كل الاحتياجات التي يحتاجها وكل التحديات يوفون ببيانات عنها، وسنلبي كل الاحتياجات بالتعاون مع الأخوان في مركز الملك سلمان لقاءات العمل الإنسانية والعلاقات الإماراتي والشركاء الدوليين. لكن ما تم وصوله إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا من مواد وأدوية خاصة بالكوليرا هل تعتبر كافية؟ نحن قسمنا هذه بحسب الاحتياجات المحافظات المستهدفة. مثلا المحافظات التي تخضع لسلطة الانقلاب تم تزويدها ب 53% من المستلزمات، وتم تخصيص أكبر نسبة لمدينة صنعاء مثل العاصمة سابقا، تم تزويدها بأكبر نسبة حيث أنه أعلى نسبة فيها هي في مدينة صنعاء 32 ألف حالة اشتباه تليها محافظة الحديدة، وسنزودهم بكافة الاحتياجات وذلك عن طريق منظمة الصحة العالمية. نحن ليس لدينا يعني الثقة معدومة أن نوصل للميليشيات، ميليشيات توزع الموت في كل شارع لا نثق فيها أن توزع الحياة للشعب اليمني. نعم، إلى أي مدى يمكن القول أن الحكومة تمكنت في الفترات السابقة يعني من تجاوز حجم انتشار الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرتها وأيضا للمناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات؟ هو حقيقة الفجوة كبيرة جدا وجهود كبيرة تبذل. المناطق التي تحت سلطة الانقلاب لا تزال الأعداد متفاوتة، وذلك لأسباب كثيرة، منها طبعا وزارة الصحة العامة والسكان هي حلقة في سلسلة متكاملة، هي آخر حلقة، بينما المياه والصرف الصحي النظافة. ماذا عن دور هذه المؤسسات دكتور؟ نحن على تواصل مع جميع المؤسسات مع السلطات المحلية إنه يجب أن تقوم بدورها، وفعلا تقوم بدور، لكن الفجوة كبيرة. المحافظات تخضع لسلطة الانقلاب انه المياه والصرف الصحي معدوم، النظافه معدومه، السلطات المحليه لم تقم بدورها، كل الجهود هذه تروح للمجهود الحربي، بينما الاحتياجات التي يحتاجها القطاع الخدماتي معدوم في هذه المناطق. الانحسار بدا في المحافظات التي تخضع لسلطه السلطات الشرعيه ملحوظ. تلاحظ محافظه حضرموت الوادي والصحراء لم تسجل فيها الوادي والساحل لم تسجل فيها اي حال سقطرة، محافظة شبوة في 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 انحسار، محافظة أبين مديرية مودي سجلت فيها 1300 حالة خلال الأسبوعين الماضية، بينما يوم أمس فقط 20 حالة وصلت هذه محافظة أبين. في تفاوت في مديرية خنفر، يعني نفهم أن هناك قصور في هذا الجانب. المحافظات هذه اللي تخضع لسلطة الشرعية في جهود كبيرة تبذل من قبل الكادر الصحي والسلطات المحلية، جميعهم في متكاتفين، جميعهم يبذلوا جهود كبيرة، بينما لا هنا لا أقصد الكادر الطبي وإنما الجانب مؤسسة المياه والصرف الصحي ودورها. لا 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 ليس تقصير، ليس تقصير، ولكن الفجوة كبيرة، تبذل جهود كبيرة، تبذل بحسب القدرات بحسب الصعب. دولة رئيس الوزراء أيضا يولي ذلك اهتمام كبير جدا، وقال نحن سنسخر كل إمكانياتنا في ذلك، في هذا القطاع الخدماتي اللي يكون في تكاتف مع قطاع الصحة. نعم دكتور، هناك أيضا من يتحدث عن حجم الاستجابة الحكومية في كثير من المناطق التي أطلقت تحذيرات من تفشي وباء الكوليرا، ما مدى يعني الاستجابة وللتحذيرات العاجلة؟ يعني هناك
كما سمعنا يعني قرار لرئيس الوزراء، ولكن التحرك الفعلي على الأرض ما الذي تم؟ التحرك موجود من قبل الكادر الصحي، من قبل فرق الاستجابة، من قبل فرق الطوارئ، من قبل السلطة المحلية كطواقم أم كإمدادات الخدماتية، جميع وزارة الصحة بكوادرها وكلاء الوزارة مدراء عموم كلهم في حالة طوارئ رفع الاستجابة لمواجهة الجائحة ولاحتواء هذه الجائحة التي هي سجلت في 20 محافظة. نعم، لكن هناك أيضا تحركات، البعض يقول أنهم لم يلمسوا أثرها حتى الآن قياسا بحجم الانتشار المرعب دكتور. لا، ليس بهذه الصورة، إنه في إجحاف كبير، هناك جهود كبيرة، المستشفيات مراكز الصحية جميعها موجودة متوفرة، المستلزمات الطبية، السرة، أدوات النظافة، الكادر الصحي جميعهم متواجدون، حتى في فترة عطلة العيد جميع الكادر الصحي متواجد، فريق الطوارئ وزارة الصحة العامة والسكان كنا على مدار 24 ساعة متواجدين في العاصمة عدن، جميع فرقنا متواجدة، جهود كبيرة تبذل، لكن مثل ما قلت لك انه هناك فجوة كبيرة بسبب انه القطاع الصحي في على وشك الانهيار، لم يتبقى منه الا 45%، ايضا الخدمات من الجانب الاخر، خدمات الصرف الصحي، النظافة، المياه، الكهرباء، جميع هذه هي حلقة متكاملة مع وزارة الصحة العامة والسكان. نعم، وضحت الصورة، أشكرك دكتور علي الوليدي، كنت معنا من محافظة عدن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة الليلة، أشكر ضيوفي أيضا ليث الزرنوقي الصحفي كان معنا من محافظة الحديدة، وشكر أيضا للدكتور محمد علي عبد الله مدير مكتب الصحة في محافظة الضالع، وأيضا أشكر الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان. ختاما تقبلوا تحياتي، حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله.